ولكن سؤالي يعني لك أنت اليوم، خلنا نتكلم على وضع ترامب فعلا كرئيس الولايات المتحدة. ترامب البعض يتكلم اليوم أنه استطاع أن يحقق إصلاحات، استطاع أن يخفض الضريبة، استطاع أن يقضي على داعش ويفتخر ما قضى على داعش. الآن هو يدعي قتل رأسها ولكن لا زال هو يدعي. لكن السؤال يعني دكتور، تعتقد لولا كورونا والأزمة اللي حدثت في كورونا والإغلاق، كان ترامب ينجح ولا لا؟ مو مضمون نجاحا، لأن ترامب يعني برغم الاقتصاد شو مضمون دخل أموال، حتى لو دخل بنهاية الأمر ترامب عاد المجتمع الأمريكي وقسمه وزاده فرقة. يعني لما قتل بخنق لمدة 9 دقائق الشرطي المجرم هذا القاتل جورج فلويد في مينيابوليس مينيسوتا في الصيف الماضي، هل خرج ترامب ووحد الأمريكان اللي كانوا يعني منفجرين من انحيازه ومن تعصبه عندما ب 2017؟ ليش ما نقول هذا الخطاب هو الخطاب التعصب والعنصرية هو اللي نجحه؟ ما نجحه، صوت ل 74 مليون، هذول يؤمنون بطرحه. بس هو كينج ميكر، تحول الى صانع ملوك. انت قاعد تتخيل الوضع الامريكي اليوم، 74 مليون شخص. اي من كم؟ من الطرف الاخر خذ تقريبا شيء 80 مليون. 82 مليون. 74 مليون شو رقم رهيب يعني 74 مليون صوت. بس هذا ما له قيمه بالمقارنه، انت بتجيب 270 صوت، ما يهمني كم مليون صوت انت. لا بس الفكره المجتمع يعني هيلاري كلينتون، اعطيك مثال، هيلاري كلينتون جابت 3 مليون صوت اكثر من ترامب. اوكي. 2016 بس منو صار الرئيس؟ ترامب وليس هيلاري كلينتون، لان ترامب جاب 306 في اصوات المجمع الانتخابي. هذا النظام الانتيكا الامريكي الانتخابي يجب ان ينسف. انا مستغرب الامريكان الى الان النظام الامريكي يقتات على هذه يعني النقطه، ان خلي الشعب هو يصوت ولكن انا اللي ابي اجيبه 270. إذا ما جبت 270 بغض النظر عن الملايين اللي عندي أنا ما راح أصير رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب الحين خسر مرتين الصوت الشعبي، خسر ضد ب 2016 ضد هيلاري كلينتون فازت عنا على 3 مليون صوت، وخسر ضد بايدن ب 7 مليون صوت، فخسر مرتين، فهو ليس الرئيس الأمريكي الشعبي. فاز بالأول بأصوات المجمع الانتخابي وخسر بأصوات المجمع الانتخابي. يلي فعله ترامب هو أعاد أمريكا إلى الوراء وأفقدها هيبتها في الخارج وسمعتها، صارت أمريكا يستهزأ بها في ديمقراطيتها. الحين أي دولة من دول البنانا ريبوبليك، دول الموز، جمهوريات الموز، لما تيجي أمريكا وتقولهم احترموا الانتخابات، تقول أنتوا آخر ناس تكلمونا إلى أمريكا، روحوا ضبطوا ديمقراطياتكم اول، لما هو بعدين تعالوا لما تكلموا على الشعوب على نتائج الانتخابات وان تم التزوير والتلاعب فيها، بل انتقد ان حتى في دول العالم الثالث ما صار اسوء. يقول هو يا ريت قال نحن ديمقراطيتنا والانتخابات اسوء من ديمقراطيات العالم الثالث، واتهم النظام بالمؤامره واتهم الانتخابات بالتزوير، واتهم الديمقراطيين بالتلاعب، واتهم خصومه بأنهم يريدون إسقاطه ومؤامرة، وتحالف مع اليمين المتطرف ويؤمنون بنظرية المؤامرة. يعني سمعة أمريكا الآن خارج أمريكا بالحضيض، وداخل أمريكا أكثر أمريكا مرة. يعني أنا أتابع أمريكا وعشت ودرست وأتردد على أمريكا من 40 سنة، بعمري أنا ما شفت أمريكا بهذا المستوى من الانهيار الكلي. هل هو مرتبط في ترامب بس؟ بس هذه النقطة. أول أمس سوى استطلاع رأي إبسوس. أوكي. 4 من كل 5 أمريكيين، 4، لاحظ يا أستاذ علي. نعم. يعني 80% من الأمريكان، حطيتها في تغريدة اليوم. نعم. يرون بأن أمريكا is falling apart. falling apart يعني قاعدة تنهار، قاعدة تهوى. تهوى من أي ناحية؟ تهوى خلاص، يعني النظام فاشل، الوضع فاشل، كورونا مو عارفين نسيطر. لماذا أمريكا أول دولة في العالم بعدد يقترب من 400,000؟ 400,000 وفاة بأمريكا من الكورونا باليوم الواحد، 4,000 وصل لإصابات، 300,000، لأن ترامب عقدته كانت وحساباته الخاطئة أنه إذا أغلقنا البلد وسوينا حظر وشت داون الاقتصاد سينهار، إذا انهار الاقتصاد أنا راح أخسر الانتخابات. هذا السؤال، ايش أقول لك؟ كورونا هي السبب اللي صار؟ لا، هو هذه فكرة، كان هو ما أغلق البلد، هو أقلق على مضض ثم فتحه. هذا فكرة، كان ما يبي يغلق البلد لأنه يعتقد بأن، تعرف كم مليون أمريكي خسروا وظائفهم؟ 20 مليون